يعني الحقيقة أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. يعني دلوقتي بنلاقي أي حد بيتكلم في السياسة على شاشات التلفزيون فكرة أنه يعني بيتحدث في موضوع مثلا أوكرانيا وهو الموضوع السائد حاليا، خبير استراتيجي، خبير سياسي، وهو ربما لم يعني يدرس سياسة أو حتى يهتم كثيرا بهذا التوجه. يعني هو الحقيقة من وجهة نظرنا من يتحدث في موضوع لابد أن يكون متخصصا فيه، ولا أقصد بالطبع التخصص الأكاديمي، لأن المعرفة لها منابع مختلفة. يعني أنا مثلا ربما معرفتي نبعت أصلا من الدراسة الأكاديمية، لكنها تثرى من الاحتكاك بالظروف الواقعية، الخبرات العملية إلى آخره. هناك مثلا يعني إذا ضربنا مثالا بالأزمة الأوكرانية، نحن في حاجة إلى خبراء عسكريين يحللون مجريات المعارك، فالمفروض أن هؤلاء الخبراء يكونوا من رجالات القوات المسلحة. فأقصد أنه يعني الخبراء يتعددون، ولكن المهم الأساس العلمي والعملي لتكوينهم. ممكن إنسان خبرته مستمدة من العلم، ممكن إنسان خبرته مستمدة من الممارسة، ممكن إنسان يجمع بين الأمرين، ولكن يعني أنا ألاحظ أن الكثيرين لا يمانعون في أن يتحدثوا عن أشياء لا قبل لهم بها.